اللهم صل على محمد الرسول الصادق الأمين، بلغ الرسالة وحذرنا من النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار، وأمرنا بالاستعادة من حرها وشرها. اللهم إنا نخاف عذابك ونحذر عقابك، فأنت لم تخلق الدنيا هباء ولا يصدر عنك العبث، أخبرتنا بالنار وأن لها أهلا، اللهم لا تجعلنا منهم، وحذرتنا من تجاوز حدودك وأن هناك عقوبة وعذاب مهين وعذاب أليم وعذاب شديد لمن استهان بدينك. اللهم اجعلنا لك موقرين وبدينك مستمسكين ولكتابك حاملين. اللهم إنا عبادك وإماءك، ناصيتنا بيدك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك. يا رب يا رب، أتعذب من ركع لك؟ أتهيل وجه سجد لك؟ أتطرد من لجأ إليك؟ اللهم إنا معترفين بذنوبنا ومقرين بأننا ظالمين لأنفسنا وتجاوزنا حدودك. يا من سبقت رحمته عذابه، يا من هو أرحم من أهلنا، يا من تراحم الخلق برحمة من رحماتك. يا رب نخاف منك ونحذر عقابك. اللهم إن كنا مستحقين للعقاب فتجاوز عنا وكرمنا وكرمنا بعفوك. يا رب ارضي عنا، يا رب ارض عنا، نحن لا طاقة لنا بسخطك وغضبك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا لطاعتك وصرف وجوهنا عن النار. خذ بأيدينا إليك حتى ننجو من عذابك. اللهم اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن خزي أهل النار ومن صحبة أهل النار ومن طعام أهل النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. اللهم كره إلينا ما يغضبك، واجعلنا نحب طاعتك ونتواضع مع خلقك ونكرم ضيفك ونحسن إلى عبادك لنحتجب على النار. اللهم اجعلنا نحيا على مرادك ونعوذ بك من سخطك، ولا تجعل مصيرنا إلى النار. يا رب إن رأيتنا نضل الطريق فأرسل لنا من يهدينا، وإن وجدتنا نتبع الأهواء فلا تتركنا، وأرسل لنا من يحذرنا وأيقظ واعظ القلب فينا حتى نعلم مرادك فينا. اللهم إنا نتوسل إليك ألا تترك الشيطان يفسد قلوبنا ويزعزع عقيدتنا ويشككنا في ديننا وكرهنا في جنود إبليس من خلقك. اللهم إنا نعوذ بك من نار تكون لنا دار ومستقر. اللهم إنا نسألك في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه أن تغفر كل ذنب يؤدي إلى النار، وكل كلمة تقذفنا في النار، وكل نظرة يعقبها عذابك، وكل جلسة تستحق عقابك. اللهم احينا على سنة نبيك ومتنا على الإسلام، فإنا نستغيث بك فأغثنا ونستعين بك فأعنا. اللهم صل على محمد، استعان بك فأعنته، واستجار بك فأجرته، واستغاث بك فأغثته. اللهم إنا نسألك صحبته، واجعله يا رب شفيع لنا عندك، ألا تحرقنا بالنار ولا تهنا بالنار. اللهم صلي عليه صلاة تنزل بها رحمتك علينا، وتكون سبب في أن تتقبلنا وتجرنا مما نخاف ونحذر. اللهم صلي عليه صلاة عدد ما خلقت وعدد ما أنزلت، وبلغه منا السلام.